بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ومن الدليل على تنزيه الله عن المكان والجهة من القرآن قول الله تعالى: ليس كمثله شيء. وهذه الآية أوضح دليل نقلي في ذلك جاء في القرآن، لأن هذه الآية تفهم التنزيه الكلي، لأن الله تبارك وتعالى ذكر فيها لفظ شيء في سياق النفي، والنكرة إذا أوردت في سياق النفي فهي للشمول. فالله تبارك وتعالى نفى بهذه الجملة عن نفسه مشابهة الأجرام والأجسام والأعراض، فهو تبارك وتعالى كما لا يشبه ذوي الأرواح من إنس وجن وملائكة وغيرهم، لا يشبه الجمادات من الأجرام العلوية والسفلية أيضا. فالله تبارك وتعالى لم يقيد نفي الشبه عنه بنوع من أنواع الحوادث، بل شمل نفي مشابهته لكل أفراد الحادثات، ويشمل نفي مشابهة الله لخلقه تنزيهه تعالى عن المكان والجهة والكمية والكيفية. فالكمية هي مقدار الجرم، فهو تبارك وتعالى ليس كالجرم الذي يدخله المقدار والمساحة والحد، فهو ليس بمحدود ذي مقدار ومسافة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.